أحسن الله إليكم. سائلة: أنا عاملة في منزل وأشتغل عند هؤلاء ويتأخرون في إعطاء راتبي وفلوسي، ما حكم الدعاء عليهم؟ كلما ذكرت ذلك وأنا بحاجة لأرسل ذلك إلى أولادي. لا بأس بالدعاء على الظالم، يدعو المظلوم على ظالمه ودعوته مستجابة. على هؤلاء أن يتقوا الله وأن يعطوا أجيرتهم أجرتها في وقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه. وجاء في الحديث أن من الذين يخاصمهم الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يدفع له أجرته، ومن كان الرسول صلى الله عليه وسلم خصمه فإنه يخصمه يوم القيامة. الأمر خطير في هذا. نعم.